بسم الله الرحمن الرحيم. التشابتر 3 الفصل الثالث من ملخص توب، مش الناس تصحصح معانا فيه. الفصل الثالث من ملخص توب، التشوز بتاعه طبعا يا جماعه. الصراحه جمل التوب يعني قاسي قوي في التشوز، بس للواحد المعرفه وبتخلي الواحد يهضم الفصل كويس الصراحه. The people living in the poor part of Cilicia supported the Duke. الناس الفقراء كانوا بيدعموا ديوك مايكل. سابت ثوت ات واز ا ريسك، اعتقد اللي هو خطر. لرساندر تو رايد ثرو، لما كان رافض وكان طبعا شوك هيز هيد راس از راسه ايه بالرفض. رايدنج ثرو ذا اول تاون لرساندر ترايز تو شو ذا بيبول ذات ذا كينج تراست ذيم، اللي الملك بتاعهم بيثق فيهم. المكتوبه دي برضو في النص عندنا، لو رجعت للنص هتعرف جمل التوب دي كلها. تو لرساندر ذا كينجز بيبول شود لايك هيم اول، قال لما قال للملك الحي المفروض يتحبب كل الناس مش مجموعه بسيطه من الناس. سابت فيلت شعر about Rosandal's decision to ride alone. Anxious. Anxious أو anxious. نطقين صح، قلق. شعر بالقلق. مكتوبة في النص. When all soldiers when all soldiers لما كل الجنود disappeared اختفوا. Rosandal بدأ يدخل أولد بارت لوحده. ساعتها مكتوبة في النص هي out of sight. لما بعدوا عن النظر، كانت مكتوبة كده في النص. Out of sight. قال لك لما بيقعدوا عن نظره او عن مرمى البصر، دي اللي مكتوبه في النص. فصدق دي سبير مش وير انسايد، دي عكسها. هيز سكين جلده ابيض جدا. واحد من الناس لما علقه على دخول الرساندل فين؟ جوه السمر اللي هو جوه الاولد بارت. كان هنا طبعا هيز سكين، هيز دي عايد على مين في القصه؟ رساندل. وما كان يقصد الملك، بس احنا عارفين ان هو كان بيتكلم على مين؟ على الملك الحقيقي، بس كان ممثل في شخصيه مين؟ رساندل. اللي بعدها يا جماعه هتبقى ريكوجنايزد اون هيز واي تو ذا باريس. رساندر ثوت اعتقد ان تريد دوبان ريكوجنايز ده، لما دقت فيه النظر قوي يعني كده كده استرد ات هيم، مش اعتقد ثوت اعتقد، يبقى اعتقد هي اتعرفت عليه. اللي بعدها صم، لان الملك رساندر كان ماشي لوحده، بعض الناس ابتسمت له اتشيرد وهتفوا له. رايدنج ثرو ذا اولد تاون، هو ماشي في الاولد تاون. رساندر سو ميني بينتينز فور ذا ديوك، الرسومات بتاعه الديوك مايكل، الحوائط بتاعتهم معناها ان هم بيدعموا مايكل. ذا كينج هاز ليس بوبيلاريتي، طبعا الملك عنده شعبيه قليله في الاولد بارت عن مايكل. اللي بعدها اون ذا كورنيشن سابت ثوت رساندر وود انتقام، مش هيطلع بره الاولد تاون الايف، ما كانش مصدق لما شافه طالع بامان. جريتنج ذا نيو كينج ات ذا كورنيشن، ذا ديوك كولد لي ببرود، كلمه كولد لي ببرود. At the coronation في التتويج كام واحد عرفوا ان ده مش الملك الحقيقي؟ ثلاثة، سابت وفريتز كانوا عارفين يعني، ومايكل أدرك اللي هو مش الملك الحقيقي. مكتوبة فيها عند الجملة قال لك no one else، ما فيش حد إلا هو أدرك يعني زيادة على سابت وفريتز. At the coronation nobody except، ما عدا واحد بس هو اللي أدرك اللي هو مش الملك الحقيقي، ذا ديوك، لأن كده كده سابت وفريتز عارفين، فمفيش حد أدرك يعني أدرك يعني حاجة جديدة، أدرك يعني واحد جديد أدرك الحاجة. اللي بعدها ورد ساندر كان قلقان لما لورد توبهام، فاكر لورد توبهام؟ لكن ممكن اتعرف عليه راجل انجليزي. ساندر واز ان كوتش، دخل في حافله في عربيه مع فلافيا عشان يلف المدينه، والناس نادوا عليه وين از ذا ويدنج؟ وين از ذا ويدنج؟ ذا كينج از ا ليتل فاتر، الملك طبعا اتخن من ساندر حاجه بسيطه، لان ساندر وش ارفع من الملك. اللي بعدها ذا كينج از رايدنج ثرو ذا اولد تاون، واز سربرايزنج، كان حاجه مدهشه لمسيس فلافيا لما قالت له ذات سربرايزد بي، وذا بيبل ماست هاف ابريشيتد ذات. بوبيولار، كلما انت امتزجت مع الناس الفقراء كلما اتحبيت منهم الصراحه، اي ملك يعني. سابت كود ايزلي كوبي، هو اللي قدر ينسخ التوقيع بتاع الملك، سيجنتشر توقيع الملك بسهوله. سابت اند سانتر سكيبد فروم ذا كينجز روم ان ذا باليس ثرو ا بانل، اللي هو لوحه خشبيه ا بانل. After they left the palace, Sabt thought Rasandal may need his gun. الهات البندقية بتاعتك ممكن تحتاجها واحنا ماشيين. To get out of Sarasa with Rasandal, Sabt gave the girl, at the gates a coin. الاستمارة موقع عليها وعملة. After the coronation, Sabt left for Zinda with Rasandal. The aim was to get the king back. كان الهدف ان هم يرجعوا الملك تاني. Riding to Zinda at night, Michael and Max stopped at fork. تو ديسايد، عشان يقرروا ما يروحوا فين، زي ما عمل بالظبط رساندل وسبت، يقرروا الطريق اللي هم يروحوا فيه في الفورك، في طرق الطرق.
On the day of the coronation, the king was في يوم التتويج نفسه الملك تم اختطافه was kidnapped. أمال هو اتسمى وقت ايه؟ في الليلة بتاعت الكورنيشن، قبل الكورنيشن، في الليلة بتاعت الكورنيشن، وتم اختطافه on the day في يوم التتويج. On seeing the torn handkerchiefs, Sabta realized that أدرك اللي جوهان's mother was free. It was Rassandal who discovered اللي اكتشف اللي سابت had been killed، لأنه هو اللي دخل قلده ايه الدارك روم. When Sabta realized the king had been kidnapped, he asked Rassandal to continue to be the king. قال له انت لا كمل دور الملك. In his fight for the crown, Michael depends on the support of the poor people, الناس الفقراء. When he came to Britannia, Rassandal never expected to become a king. عمره متوقع اللي هو يكون ملك. السؤال الرابع يا جماعة ده. How do you think Rassandal is decisive? حاسم. إزاي هو حاسم كملك ومتفاهم كإنسان؟ حاسم كملك لما decided قرر to ride in the old part alone. Asked Marshall to take the guards away. حاسم كملك أهو. قال له خد الجنود بعيد ودخل old part. طب ومتفاهم كإنسان وقت إيه؟ لما طبعا agreed وافق to be the king اللي هو يكون الملك to save عشان ينقذه from Michael the evil and save Rutania. انا بنشوف لكم اي سؤال مثلا بعد اللي تشوزيان لو حد عايز او غيره يعني، ولو حد يا جماعه عايز اي سؤال فيهم يبقى يتركوا لنا في التعليق حتى على الاقل ايه نفيد زمايله كلهم يعني، وان شاء الله الى اللقاء برضه في فصل اخر وحده اخرى في توب.